الاسره ديالكم مهدده. اش كاين ما كاين؟ قال لك اسيدي خص رجال العيالات يوليو مقادين في الارث. الله سبحانه وتعالى نزل الحكم ديالو باش المراه تاخذ النص والرجل داكشي اللي كياخذ الرجل تاخذ المراه النص ديالو الا كان خوها. وفي بعض الحالات اخرى قال لك لا. اذا شنو معنى هذا الشيء؟ الناس تيقولوا لنا تيقولوا لنا ذاك القران ديالكم خليوه باش تقراوا على الموتى، خليوه باش الا تزاد شي دري ديروه عند راسه باش تبركوا به، خليوه باش تصليوا به التراويح، ما بقاش صالح لنا لهذه الحياه. هذه خروج عن المله، وهذا ليس من العدل. لانه المراه اليوم في المغرب عموم النساء، ما كنتكلمش على المهندسات والطبيبات والقاضيات تبارك الله اللي كيربحوا الملايين، لا، كنتكلم على المراه المغربيه العاديه اللي في الباديه ولا هذا، ما كتعرف بعد الله الا عائلتها. الا ما الراجل كتمشي لدار باها، الا ما كانش عندها باها كتمشي لدار خوها، حيت حنا باقي عندنا العائله، باقي عندنا الاب، باقي عندنا الاخ، باقي عندنا الخال، باقي عندنا العم، هذا الشيء غيفدوا معاه. ملي الراجل يشعر باللي حيدتي ليه واحد الطرف من حقه وعطيتيه للمراه، ما يمكنلوش يبقى تيعتبر خطوه يقول لها انت اديتي لي حقي، تقول له الدوله اللي عطتها لي، تقول لها الله سبحانه وتعالى ما عطاكش هذاك الحق. وشحال هذا الحق هذا شحال؟ ماشي غيعطيوها الثلثين، ما غيعطيوهاش الثلثين، غادي يعطيوها جزء، غادي يولي هذاك عنده النص وهي عندها داك الشيء اللي كان عندها زائد الانسيزيام اللي باقي كنعقل واحد على سته. ودابا المراه ما كتحملش المصروف ديال الدار شرعيا، الا بغات كتحمل كتعاون كلشي، العيالات كيعاونوا رجالاتهم اللي خدامين عادي، ولكن بخاطرها ديك الساعات غيولي الراجل تيقول لها اتونسيون، ما كاينش صداق، ما كاينش انا ننفق عليك، لا انا وياك رجلي برجلك في السوق، اللي شريناها نشريوها بجوج، ولا اللي شريتي قيدها اللي ملي شريتها انا نقيدها، اللي شريتيها انت تقيديها. البيت غيولي فيه الحساب، والحساب اش تيدير فيه؟ النتيجه ديالو الخلاف، والخلاف غيجيب الطلاق، والطلاق غيجيب التشتت ديال الاسره، والتشتت ديال الاسره غيجيب التشتت ديال المجتمع. واش كاين شي حد اللي يسمع الكلام ديالي ولا ما كاينش؟ الاخوان المغاربه ردوا البال، انتبهوا، قوموا بالواجب ديالكم قبل فوات الاوان. حنا الاخوان ديالنا دابا الاسره ديالنا مهدده، خصنا نبقاو تنغوتوا متمسكين، تنقولوا لا حنا ما غنتنازلوش على الدين ديالنا، حنا نبقاو متمسكين بالملكيه ديالنا. سيدنا بصفته امير المؤمنين هو احسن، قال لك انا بصفتي امير المؤمنين ما يمكنش واحد الحاجه حلال نرد حرام، ولا واحد الحاجه حرام نرد حلال، وان كيخصو المسانده. اي قلنا وقال لنا سيدنا هذا الشيء نمشيو دابا نعسو، الا نعستي وراه هذاك الشيء اللي كنقول لكم دابا غادي نتلقاوه لا قدر الله. ولكن ماشي غير هذا الشيء، كاين واحد